بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يرتكب أحمد الكاتب جريمة كبرى عندما يحاول اقتلاع الفتنة من بين المسلمين ويزرع الحب والمودة في قلوبهم بعض الأخوة يرفضون ما أقوم به من نقد للتراث ومن محاولة لتوحيد المسلمين يقولون أنك يعني تزعجنا كثير والآن إحنا وين مشغولين في حرب في فلسطين وغزة تتعرض لإبادة وأنت تطرح المواضيع التي أكل الدهر عليها وجهك في الحقيقة يعني إذا نظرنا وتأملنا وفكرنا قليلا لماذا يحدث ما يحدث في فلسطين اليوم وليس فقط في فلسطين إنما في العالم الإسلامي ومنذ مئة 150 200 سنة حتى الآن الأمة الإسلامية تعرضت إلى احتلال وإلى تمزيق وإلى تشتيت بعد ما كنا دولة كبرى محترمة في العالم أصبحنا نعيش بين الأقدام بين أقدام الدول الكبرى في دول كبرى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية الصين الهند أوروبا أيضا أصبحت تقريبا شبه دولة موحدة في الاتحاد الأوروبي اللي عندهم فقط نحن المسلمون جزائين ومقسمين ومتناحرين ولذلك يحدث ما يحدث في فلسطين الان لا نستطيع رد ذلك المسلمون كل واحد شوف الدول العربيه والرؤساء العرب كل واحد خاتل في بيته وخايف يجي الدور عليه ولا نستطيع حتى ايصال الطعام الى هؤلاء المساكين في غزه او الدواء او يعني انقاذهم لماذا لاننا ضعاف وضعفنا <applause> ليس فقط في التقسيم الاقليمي يعني في الدول الاقليمية انما هناك تقسيم طائفي ايضا هذا مؤثر جدا في الساحة وايضا هناك استبداد في الدول العربية والاسلامية عموما في استبداد سيطرة ملوك مستبدين ورؤساء عسكريين ايضا مسيطرين على البلاد هم يغلفون أنظمتهم بشعارات ديمقراطية أو انتخابات مسرحية أو ما شابه بالتالي الأمة الإسلامية غائبة الأمة الإسلامية مهمشة وضعيفة وممزقة فالرد التاريخي على ما يحدث في فلسطين ليس فيه فقط أن نحمل بندقية ونروح نقاتل الآن هذا يصير هم ناس انما في توحيد الامه الاسلاميه وفي انهاض الامه الاسلاميه، الامه الاسلاميه النائمه الان المنومه المستعبده المستعمره، هذه الامه عندما تقوم يجب ان تنهض وتاخذ زمام الامور بايديها في كل بلد تكون ادنى حريه وتكون ادنى ديمقراطيه حقيقيه يعني الشعوب هي التي تنتخب الحكام مو الحكام يفرضون انفسهم بدعم الدول الكبرى على هذه الشعوب هذا اولا فاذا نحن نهدف من اعاده قراءه الفكر السياسي الاسلامي بصوره عامه السني والشيعي وغيره نهدف الى ايقاظ هذه الامه وتحريرها و إنهاضها. في نفس الوقت مثلاً عندنا بالشيعة الآن عندنا أنظمة ديمقراطية. في الجمهورية الإسلامية، في العراق مثلاً نظام ديمقراطي. ولكن أيضاً أيوةً عندنا مشاكل، يعني مثلاً ظاهرة التقليد الموجودة للعلماء. هؤلاء العلماء أه بعدهم حتى الآن لم، في بعض البلاد مو في إيران، في العراق مثلاً أتكلم. العلماء لم يعترفوا بالدولة الحديثة هذه مشكلة كبيرة لذلك يشوفون عندنا فتاوى بأن أموال الدولة مجهولة في المالك من السيد الأخوئي ومن اسحاق فياض ومن حتى السيستاني واليعقوبي وغيرهم والصدر انه اموال الدوله هاي الدوله ما نعترف بها حتى الان لماذا؟ لان عندنا فكر قديم فكر قديم هو فكر الإمامة وأن الأرض كلها للإمام وهؤلاء المراجع هم نواب الإمام فإذا الدولة كلها تكون بيديهم وإذا الدولة مخاطعة لهم فأموال أموال الدولة يعني أي واحد يقدر فرهود يصير الدولة هذه مشكلة كبيرة عندنا غير الفتاوى الأخرى اللي هي معطلة الدين معطلة صلاة الجمعة معطلة أشياء كثيرة وأيضا الثقافة الطائفية السلبية الموجودة عندنا عند الشيعة بالذات أتكلم السنة عندهم عند كثير من السنة وليس كلهم فكرة أنه الحاكم اللي استولى على السلطة بالقوة يصبح أمير المؤمنين ويصبح ولي أمر لازم نطيعه ونخضع له وبعد ما نتكلم أي كلمة هذه الفتاوى التي تخدر الناس وتخضعهم للمستبدين والطغاة عند الشيعة لا الحمد لله ما عندنا هاي ما عندنا هاي الفتوى ولكن عندنا ثقافة سلبية من تزرع الكراهية لأصحاب رسول الله وللشيخين أبي بكر وعمر بالذات وهذه الكراهية المعلنة اللي الناس يكلمون بها تنعكس سلبا على الشيعة عندما المسلمون يستمعون إلى الشيعة اليوم الإمامية بالذات وهم يتكلمون بهذا الكلام السلبي ضد الصحابة دائما موجود دائما حتى في صفحتنا بصورة مستمرة يومية ناس يسبون ويشتمون ويلعنون ويسوون كل شيء ويتهمون الآخرين بالنفاق مثلا وراح تجينا بعد أيام الشهر القادم يمكن وفاة فاطمة الزهراء وشوفوا شلون دولة الخطباء يصعدون على المنابر ويأخذون حريتهم في السب واللعن وترديد الأساطير هذه تشق صف المسلمين وإحنا علينا الآن في مواجهة الحملة الاستعمارية المستمرة منذ مئة مئتي عام علينا أن نتحد ونقتلع جذور التفرقة من بيننا طبعا جذور العداوة والبغضاء والكراهية الموجودة بس بعض الناس ما يفكرون يتظاهرون او يحسبون انهم يستخدمون عقولهم فيفترضون فرضيات هي غير عقلانيه فرضيات ما إلى اساس من الواقع المشكله هنا يعني هاي الثقافه اللي احنا نحاول نقتلعها لانها ليست ثقافه اهل البيت ثقافه اهل البيت هي المحبه والموده لصحابه رسول الله في تصريحات الامام علي في نجيب في الصحيفه السجاديه في الكافي يعني عن الامام باكر والصادق كل هذه احنا خلوها على صفحه هؤلاء الطائفيون المنغلقون ويزرعون في مقابلها في مكانها ثقافة الكره والعداوة والبغضاء اللي تنعكس على عموم الشيعة يمكن أشخاص يرددون المقولات هذه وعدم محطات تلفزيونية وسبون يشتمون لابسين ازياء شيعيه معممين مثلا والناس المسلمين يسمعون والله ذول الشيعه هكذا هكذا فشوفوا أنتم حتى الان قبل ايام الامام آه الخامني اطلق تصريح قال في مناسبه الاربعينيه أنه المعركه بين الحسينيين وجبهه يزيد مستمره يقصد جبهة يزيد يعني جبهة الظلم والاستعمار والصهيونية جبهة الإعلام الخليجي وخصوصا الإعلام القطري أيضا استغل هذه المقولة أو هذه الكلمة لكي يشن حملة شعواء في العالم العربي كله ضد إيران ما أعرف ليش دي انتقم من إيران لموقفها من دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحملة على الشيعة وحملة على منظمات في سوريا وبالعراق وبارتيريا وبالمغرب وبمصر ومدروين وين كلهم حركوهم مره واحده يلا صدروا بيانات ضد الشيعه وضد ايران وضد خامنئي لماذا؟ لانه في الوعي العام اللي هم خالقي ذولا وطبعا بمساعده بعض الجهله من الشيعه بعض الناس المنافقين والمندسين انه ذولا مكروهين مهما قدموا من تضحيات في لبنان مثلا، ايران، العراقيين، اليمنيين لا يبقون الشيعه مكروهين ويجب ان نكرههم، خدمه لاسرائيل طبعا ولكن لماذا هذا الواقع موجود؟ هذا ال الذي نعمل من اجل تصحيحه، أن في واقع مؤسف في تفرقه آه يعني تقليديه موروثه تفرق المسلمين ويجون الاعداء يستغلوها بين اونه واخرى لكي يعمقوا هذا الشرخ ويحاربوا اي عنصر ايجابي يريد يقدم خدمه لا اما يقللون من دوره او يشوهون عمله او لا يعني مو بحاجه لذلك ما عدا واحد شفته رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين اللي ايضا قطر مسويتها، كان القرضاوي رئيسه سابقا، والان الشيخ احمد كذا الشيخ واحد يعني يجي يقول لا انا امجد الشيعه ويعني يذكر دور الشيعه ما يقدموه الان في خدمه القضيه الفلسطينيه. ولكن يعني احنا لابد ان نعيد نظر في هذه الثقافة التقليدية اللي وارثية شوفوا الآن أحد الأخوة علق اليوم اسمه سيد رشيد ما أدري يا رشيد هذا المهم شوفوا تعليقه اللي يعبر عن تعليق دائما يكرروه عن ثقافة طائفية موروثة عندنا تعليقا أن على أنه يقول من هي الأمة التي تنتخب لما نقول أنه الأمة الله أوكل الأمة أن تنتخب الحكام يقول من هاي الأمة؟ يعني الرؤساء هم أولي الأمر الرؤساء المنتخبون نعم هم أولي الأمر إذا كان ضمن الشروط الدستورية وضمن الشروط الشرعية أم المراجع أم أناس آخرون المهم يجي هذا تعليق أو أسئلة فقط ثم يقول وهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يترك الناس هكذا في هذه الفوضى دائما يرددون يرددون هذا السؤال الإماميون يعني مو معقوله الله يترك الاسلام والمسلمين بعد النبي وما يعينهم واحد. طيب هذه مجرد يعني فرضيه. ثم يجيب يقول كل هذا لابعاد ال ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن مكانتهم. فخلص دولة احنا ازحناهم بهالكلام. ستتعب كثيرا والحقيقه واضحه لدي عينين. انما وليكم الله ورسوله والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون هكذا أرادها الله بعد أن ختم الأنبياء والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بمن يتولى بعده المهمة بكل بساطة طيب يقول الله عين الإمام علي يعني ولكن المنافقين لاحظوا هنا ولكن المنافقين من صاروا منافقين الصحابة صاروا منافقين أو بكر وعمر صاروا منافقين ظنوا أنها السلطة والملك فأغواهم الشيطان فتناهبوها ثم قاموا بتغطية جريمتهم الكبرى بأعمال جريمة كبرى سووا سووا شورا وسووا انتخاب أبي بكر بأعمال هنا وهناك كحالنا اليوم يسرق ثم يتصدق ويصلي وهكذا عد إلى رشدك هذاك الله يا أحمد الكاتب يعني شوفوا هذا هذا الموقف التقليدي للاماميين انه هذول تحليل التاريخي معلوم ان الله عين الامام علي وبالتالي الصحابه اه اغتصبوا الخلافه وبالتالي كانوا منافقين وقاموا بجريمه كبرى شنو حصل الان وين هم اهل البيت؟ اهل البيت مو موجودين مجرد فرضيه تاريخيه انه والله النبي عين الامام علي طيب هذه القضيه إذا إحنا درسناها وشفنا أهل البيت ما يعرفوها شفنا الإمام علي الحسن والحسين ما يعرفون هاي النظرية ولم يقولوا بأن الله قد عيننا الإمام الحسن صار خليفة الناس انتخبوه وقام سلم الخلافة المعاوية بعدين إذا الخلافة من الله شلون يروح يسلم وعنده مئة ألف واحد جندي أيضا خلص هو قرر أنه يروح يسلمها المعاوية شلون إذا هي خلافة من الله والله معينة هو خليفة كيف يسلمها يعني ما ما عندنا تفكير ثم على فرض صحه هاي النظريه الامام الحسن العسكري لما وصلت الى الامامه ليش سكت ما تكلم منه الامام بعده ليش قال انا ما عندي اولاد وراح بالمحكمه سجل هذا الشيء قال يا ابا اموالي تروح لامي وصارنا 1200 سنه الله شو ما عين لنا واحد امام يقودنا ما عندنا واحد غايب هذا الشيء في مو مو امام هذا اللي يغيب مو إمام لو طالب غاب عن المدرسة ثلاث أيام يفصلوه بعد لو مدرس إجا أيضا غاب عن المدرسة ثلاث أيام يفصلوه يجيبون معلم آخر مكانه أو مدير مدرسة أو رئيس جمهورية إذا راح ختل في بيته يجيبون رئيس جمهورية ثاني فشلون إمام الله يعينه الإمام الثاني عشر وصار 1200 سنة غايب وما يتحضر لا يتكلم لا يتصعيد والان وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله معروفه، تلفزيونات وواتساب وتليفونات و... وكل شيء بامكانه يعني يعبر عن رايه، يهدي الناس، يرشدهم، يرشد الشيعه مثلا ما, ما يقوم باي عمل، لانه غير موجود. بس احنا نفترض انه بعد رسول الله ما يصير الله يترك الناس هكذا. شوف السؤال الاول. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يترك الناس هكذا في هذه الفوضى؟ طيب نفس السؤال الأخ في أحد الأخوان مرجع عليه أيضا في اليوتيوب هذا كله يقول تقول يخاطب هذا السيد رشيد وهل يعقل أن يترك الله الناس في فوضى؟ نقول لك الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس في فوضى بل قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بالقرآن وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه واحدة أما الثانية ألا تدري أن سؤالك هذا ملزم لك وقاسم لك وكيف يترككم الإمام في فوضى منذ أكثر من ألف سنة تفرضون على الله ما لم ينزل به من سلطان يعني هو يستخدم عقله يقول عليه هل يعقل طيب أنت نفس السؤال أطرحه مرة ثانية بعد الإمام الحسن العسكري هل يعقل أن الإمام العسكري يترك الناس بدون إمام وين هذا الإمام يقول لا هو بسر موجود ولد طيب وين هل يعقل أنه يغيب هل الغيبة معقولة والغيبة تتناقض مع مهمة الإمامة إذا الله مكلفة بقيادة الأمة الإسلامية شلون يروح يغيب ويخاف مثلا ثم مو طلع الإمام الفاطمي الإسماعيلي الإمام المهدي عبيد الله وأقام الدولة الفاطمية في فترة ما يسمى الغيبة الصغرى، شو ما خاف ذاك الإمام؟ اتحدى الدولة العباسية وأقام الدولة الفاطمية، واستمرت 250 سنة. طيب، لازم احنا نعيد النظر في هاي النقطة، انه هاي العقدة الموجودة عند الشيعة اليوم اللي سبب العداوة إلهم. هم يعادون الصحابة والمسلمين يعادوهم، ويكرهوهم، ويسبوهم، ويشتموهم، ويتأمرون عليهم مثلا الناس اللي الدواعش اللي عبقوهم حتى يروحون يفجرون بالشيعه يعني لازم نتعب يعني احنا صحيح هناك حرب قائمه الان في فلسطين ولكن علينا ان نفكر بجذور الفتنه بجذور فكر الاستبداد المخيم على الامه العربيه والاسلاميه نستبدله بفكر الشورى فكر الديمقراطيه أن المسلمين هم ينهضون كل واحد من المسلمين كل مسلم عليه أن يأمر معروف عن المنكر ويتحد مع إخواني وبالتالي نحل هاي العقدة نتحد الآن شنو اللي يعيق الاتحاد بين السنة والشيعة سابقا كانت نظرية الإمامة نظرية الإمامة منذ 1200 سنة ما موجودة الآن شوفوا المسلمين مثلا بالعراق نتحدث عنهم متحدين في نظام سياسي واحد جديد هو النظام الديمقراطي إذا هذا النظام أيضا به إشكالات يمكن تطور نطور هذا النظام ولكن النظام الديمقراطي هو الذي يوحد المسلمين بعد الإسلام بس باقي عندنا شنو؟ ليش باقي نحن سنة وشيعة إذن بالعراق؟ ناس يقولون نحن سنة وناس يقولون نحن شيعة ومحاصصة وما شابه لأنه عندنا ثقافة سلبية موروثة فقط احنا هاي العقدة روح اسألوا المسلمين كلهم شنو اشكالكم على الشيعة يسبون الصحابة يقولون يسبون الصحابة والصحابة عندهم مقدسين مثل ما انت عندك ائمتك مقدسين تقبل واحد يسب الامام علي يقول هذا عنا منافق او الامام الحسن او او الامام الحسين او جعفر الصادق لا مو الائمه المرجع مالك اذا واحد قال المرجع فلاني هذا منافق دجال تقبل؟ لو تستشيط غضبا وتقوم مدافع عنه وتقوم تعمل تعمله شوفوا يعني التفتوا لهذه النقطه هاي النقطه انتم قاعدين تطلقون هالاوصاف منافقين وارتدوا واغتصبوا الخلافه وما ادري شنو وقاموا بجريمه كبرى شو تحصلون من الكلام؟ ما تحصلون اي شيء. لاكو ائمه عندنا الان ولا هم يحزنون بس في التاريخ قبل 1400 سنة احنا نتخذ مواقف سلبية ونجي نتكلم دائما باليوتيوب وعلى المنابر بالفيسبوك هذه العقدة الباقية هذه لازم احنا نشيلها ونعود الى فكر اهل البيت الحقيقي مو السري مو الباطني مو المفتعل والمكذوب عليهم نظرية الامامة بدعة تدعها الغلات ونسبوها الى ائمه اهل البيت وهم منها براء طيب هذا كلامي انا انا بهذا الكلام احاول ان اقتلع جذور الفتنه الطائفيه واوحد بين المسلمين وازرع في قلوبهم المحبه والموده والاخوه في قلوبهم لان اذا ارتكب جريمه يعني اذا قمت بهذا او انا اذا مثلا اشاغب على ما يحدث من مقاومه في فلسطين بالعكس انا دا اسند ظهر المقاومين والثوار والمؤمنين بتمتين الجبهه الداخليه بتوحيد المسلمين بتحريرهم من انظمه الاستبداد والديكتاتوريه وحتى من المراجع الذين يحاولون فرض انفسهم على البلد وما يعترفون بالبلد هذا وهذه التجربه ويقولون احنا شرعية عندنا واحنا ولاة امر المسلمين واذا الدولة اللي ما تخضع عنا اموالها كلها مثلا هذه مجهولة المال يروحوا يسرقوا ان هذا مو صحيح يجب ان نعزز هذه الثقافة الديمقراطية بدل ان الثقافة المرجعية الثقافة المرجعية اجتهادات بشرية ظهرت في القرون الماضية مو نازلة من الله ما عندنا بالاسلام شيء اسمه مرجعية دينية ولا في المذهب الامامي هاي صارت بعدين والان صايره ناس يستفيدون من عليها ويكرسون الثقافه الطائفيه مع الاسف الشديد هؤلاء اللي يسمون نفسهم مراجع في النجف خصوصا يعني يبثون الثقافه الطائفيه ويكرسون الثقافه الطائفيه نسال الله ان يهدينا واياهم لتوحيد المسلمين وزرع الاخوه والمحبه في قلوبهم والسلام عليكم Wa rahmatullahi wa barakatuh